حق الطفولة، صحة علم وحب وحنان. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. اليوم رايحين نطرق لموضوع مهم جدا، هو موضوع صحة الأسنان في العالم. وهذه درتها المنظمة الدولية للصحة، ما بين 80 و 85% من الأطفال مصابون بالتسوس. وإحنا المشكل أنه كاين أولياء عندما ينصح أبنائه يقول لهم ديك عند الدونتيست والكلاب. كيفاش يتم التسوس ويحدث التسوس عندنا؟ نكتب في الكراس. تكتب في الكراس. إذن اليوم راح تورينا في هذا المكتب الجميل كيفاش تكتبي في الكراس. يا أخي تروحي دي الواجبات دي. حصتكم الأسبوعية أولادنا تحت جناحنا تتطرق هذا الأسبوع إلى موضوع مهم، هو موضوع صحة الفم والأسنان عند الأطفال. مع أخصائيين راح نتكلموا عن كيفية الاعتناء بأسناننا وكذلك دور الأولياء في صحة الفم والأسنان عند الأطفال. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. أنا شخصيا تعلمت اليوم، أنا مول في مبروسي أسناني هكذا، دوك اليوم راح نبروسيهم هكذا من فوق لتحت. صحة الأسنان مهمة 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 جدا. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي.